كمان من جوائز الدولة التشجيعية. والحقيقة الموضوع جميل، إنه الدكتور أحمد رمزي وهو مدرس الاقتصاد والفائز بجائزة الدولة التشجيعية بكتابه، يعني لم يحصل لي الشرف إنه أطلع عليه، لكنه العنوان الحقيقة لافت جدا: الثقافة صناعة العقل ورؤية المستقبل. أهلا بيك يا فندم، منورنا وألف ألف مبروك. أهلا بك يا أستاذ، أهلا بحضرتك. يعني حضرتك أستاذ اقتصاد وكتبت هذا الكتاب عن الثقافة كصناعة للعقل ورؤية للمستقبل. الرابط ما بين الاقتصاد وصناعة الثقافة، وده شيء كمان مهم وملهم في هذا التوقيت. لو تدينا لمحة كمان عن مشروعك وعشان الناس تتابعه وتقراه. تمام. هو يعني الحمد لله والشكر لله على هذه الجائزة، ويعني أبدأ كلامي مع حضرتك بأستحضر آيات من كتاب الله عز وجل: وعلمت كما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالحمد ونعم لله، بالله. وشكر خالص شكر لمحترمة الرئيس السيسي ومعالي الوزيرة الثاني وزير هو الثقافة بس معلش على ممكن هذه نحرك النتورك بتقطع، لو بس نتحرك شوية او كده اكون شاكر فضل. الجائزة. أنا الجائزة في البحث بتاعي بعنوان Artificial Neural Network for Modeling the Economic Reform A New Perspective. هو البحث منشور طبعا في Journal of Quantitative Economics U2 في سكوبس، بحث دولي. هو بيربط الـ Artificial Neural Network اللي هو علم الذكاء الاصطناعي الـ AI artificial neural العصبي، ايه بقى الكلمة الثالثة؟ for modeling the economic reform اوكي. a new perspective. هي رؤية جديدة ازاي بنستخدم الـ AI ومجالاتها في ان احنا نقدر نقيس من خلالها الاداء الاقتصادي. طبعا حضرتك في عارف وقتها يعني انت ماشي مع دلوقتي العالم كله بيتحدث عن الذكاء الاصطناعي مظبوط يا فندم، وتأثيره مظبوط في الفنون والآداب والثقافة بشكل عام. مظبوط، وفي الاقتصاد كمان يا فندم. ايوه في الاقتصاد دلوقتي بالتأكيد. الدولة بتعمل بشكل جدي على دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والسياسات الاقتصادية، بس احنا عايزين نعرف فين المؤشر اللي نقدر من خلاله نقول الدولة ماشية صح. فعشان كده احنا ضبطنا الـ AI وقدرنا نعمل انديكيتور نقيس من خلاله الأداء الاقتصادي، يبقى مؤشر لصانع السياسة يقدر من خلاله يقول أنا أب، أنا داون لما عملت السياسة وهكذا. وطبعا تحت منشور السوق، والحمد لله على الجائزة وعلى الفضل اللي ربنا أنعم عليك بها. ودي كانت رؤية عن مصر تحديدا ولا ورقة بحثية يا تخص فندم، لا العالم؟ هي رؤية عن مصر ونشرت في مجلة دولية يوتيوب، وكان يعني من الغريب ان هم ينشروا عن دولة واحدة، بس هو الموضوع كان يعني بنعتبره رؤية جديدة، لان هو في اسم البحث هو رؤية جديدة، رؤية جديدة ازاي بنستخدم الـ AI في ان احنا نعمل ننشر ثقافة ازاي نزيد الأداء الاقتصادي ده. هل ليه مؤشر يقيسه؟ هل نقدر بمؤشر واحد نحكم كل السياسات الاقتصادية المايكرو والمايكرو اللي بتعملها الدولة؟ وده اللي احنا اللي قدرت اوصل له الحمد لله بفضل ربنا الحمد لله. جميل جدا. ومش عارف ليه ممكن، يعني حاسس انه الرابط في دماغي ممكن يكون ده النسخه الحديثه لامتداد كبير زي طبعا ادبنا الكبير طه حسين ومستقبل الثقافه في مصر، هو كتبها وقتها. احنا دلوقتي بنكتب مستقبل الثقافه لكن في عصر الاي اي والتكنولوجي الجديده. انا بشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا دكتور احمد رمزي الفائز بجائزه الدوله التشجيعيه.